والآن مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى. عرف بنفسك. أحمد بن حماد شبير، أحفظ الكتب 23 لله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: من علم أني ذو قدرة. أكمل. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سلم من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. عند من؟ أخرجه البزار من حديث ابن عباس. يكون قوم يتعبدون. أكمل. حدث أناس رضي الله عنه قال: ذكر أنه سلم قال: ولم أسمعه من ذكر أننا أقواما يعبدون ويذبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من دين. عند من؟ أخرجه أحمد. عند من؟ أحمد. عن رجل من خثعم قال: أخرج أبو يعلم الحديث عن رجل من خثعم قال: أتيت رسولا فقلت: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله. قلت: يا رسول الله. ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: أشرك بالله. قال: ثم ما؟ قلت: ثم. قال: ثم قطيعة الرحم. قلت: ثم ما؟ قال: أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. عند من؟ عند أبي يعلم. والذي نفسي بيده لا يضع الله عز وجل رحمته إلا على قلب رحيم. أيضا أخرجه أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على كل رحيم. قلنا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم خاصة حتى يرحم الناس كافة. الهجرة هجرتان. حديث من؟ أخرجه أحمد من حديث معاوية. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. حديث من؟ أخرج مثل المؤمن كالخامة من الزرع. حديث كعب بن مالك. الإيمان بضع وستون شعبة. أكمل. الإيمان بضع وستون شعبة، ولمسلم فأخرها قول لا إله إلا الله وأدنى حماضة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث أبي هريرة عند الشيخين. لا يبولن أحد في الماء الدائم. عند من؟ عند الشيخين. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال: أما إنهما لا يعذبان. حديث ابن عباس عند الشيخين فقال: إنهما لا يعذبان يوم عذاب كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطيع. وصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور. أخرجه الشيخان. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. لا تقدموا صوم رمضان بيوم يوم رمضان. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة: لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله عنه: الحرب خدعة. أخرجه الشيخان من حديث جابر. نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. أخرجه الشيخان من حديث البارة. أكمل. قال: فخرج فنام رسول الله وخرجت أنفض ما حوله، وفي ليلة وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: رجل من أهل المدينة. ومكى؟ قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلق؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: أنفض ضرعا من التراب والشعر والقضى، فحلب في قعب كثبة من لبن. والأمير راع وهو مسؤول عن رعيته. أخرج الشيخان من حديث ابن عمر: فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، ورجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها ولده مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع في مال أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أخرجه لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة. أخرجه الترمذي حديث سهل بن سعد. أهن هذه الأمة أمة مرحومة. عند من؟ عند أبي داود. أمسك عليك لسان إن هذه الأمة أمة مرحومة عند أبي داود. نعم. أمسك عليك لسانك. أخرج الترمذي من حديث عقبة بن عامر. إذا أصبح العبد أو الإنسان فإن الأعضاء كلها. أخرج الترمذي من حديث ابن سعيد. عند من؟ قال عند الترمذي: فإن الأعضاء كلها تكفر لسانك. قال: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. أحسنت.